فكرة انت عايزة تشوفي ايه؟ لو عايزة تشوفي الوحش بس مش هتشوفي غير الوحش بس، لكن الحقيقة ان الكويس كتير جدا. يعني حاجة من الحاجات المبهجة يعني حقيقي ان انت تشوفي في وقت ازمة زي كورونا ان الناس واقفة لبعضها سند. السند مهم جدا في الازمة، لاننا بنتكلم عن مرض المصاب بيه مضطر مع الاسف انه يكون لوحده، والوحدة دي فيها قسوة يعني كفيلة انها توازي المرض. فكون ان الناس تعمل جروبات مثلا على الفيسبوك دلوقتي عشان تعمل اكل لمصابي كورونا، وناس تانية تتشجع وتتطوع وإنها توصل الأكل لمصابي كورونا، دي حاجة جميلة جدا. لكن لو هقولك أكتر حاجة مبهجة، يعني الساعات الأخيرة دي لفتت نظري ولفتت نظر ناس كتير، خليني أشركك فيها مع مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقة الصورة بتعبر عن اللي احنا بنقوله ده، فكرة الود والسند وقت المرض. شاب مصاب بكورونا، صاحبه وقف تحت بيته وتصوره سيلفي ومصاب بكورونا واقف في بلكونته. الصورة يعني الحقيقة بتعبر عن كلام كتير جدا، بالذات انه صاحب الصورة قال الصاحب الجدع رزق. الصورة يعني قد ما هي لفتت الانتباه لفت الفيسبوك كله، والبوست اللي حضراتكم شايفينه الشخص علق على الصورة كتب في آخره يا بخت اللي صاحبه راجل، جيل صاحبه الشخص ده كل يوم كان بيسأل عليه، حتى ما كانش عنده مانع ان يطلع له، لكن هو اللي منعه. فكرة ان هو يطمن اكل ولا لا موجود، يعني ان هو مش موجود لوحده حتى لو مش قادر يطلع له البيت واقف تحت البلكونة، حاجة فيها يعني فكرة ياريت كلنا نحققها ونطبقها. مريض الكورونا أو المصاب بوباء كورونا، العزل بالنسبة له أكيد حاجة شديدة القسوة، نقدر نهونها عليه كتير بمجرد السؤال، بمجرد التواجد، شيء بسيط ومش هيكلفنا أي حاجة غير أننا نكون لبعض سند وقت الأزمة. ده مهم جداً.